تفاصيل هذه الأسواق وطبعا أبرز اجتماعات البنوك المركزية لهذا الأسبوع مع ضيفنا من دبي رائد حامد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. دعني أبدأ معك بما أنه الآن حدثنا تحديثات أسواق النفط والذهب. من الذهب هل برأيك وصلنا إلى قاع؟ لأنه الأسبوع الماضي وصلنا ل 1850 تقريبا أو حتى 55 بفعل المخاطر الجيوسياسية. اليوم عدنا لتراجعات وعم نتحرك دون ال 1800 دولار. هل نستطيع القول بأنه وصلنا للقاع؟ بالتأكيد نحن في اتجاه فنيا هابط على أسعار الذهب وفقدان مستويات ال 1800 فتح المجال. الذهب وصل إلى مستويات ال 1780 في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ويضغط بذلك الاتجاه بشكل أكبر ارتداد بعض الشيء، ولكن السيناريو الذي يتحرك به أسعار الذهب حقيقة هو سيناريو سلبي ميال للهبوط أكثر، وقد يزور مستويات ال 1760 وصولا إلى 1700 دولار للأونصة. حتى السبب الرئيسي هو انشغال المستثمرين غالبا بوجود فرص يعني ذات عوائد أعلى، وكذلك الأمر يعني العديد منهم يبحث عن فرصة الشراء في الانخفاض الأخيرة في أسواق الأسهم أو باي ذا ديب اللي احنا ممكن جدا يعزز دخول جديد في الأسواق، وهذا ما قد نشهده خلال تعاملات الفترة المسائية أو الفترة الأمريكية لليوم واستمرارية. حقيقة الذهب حاليا يعني يترجم دولار أقوى، بالتالي قيمة في الذهب ممكن أن تكون تراجع حالي في الفترة الحالية، لأنه نحن مقبلين على رفعات وعلى تغير في السياسة النقدية من قبل جميع مجمل البنوك المركزية، وأصبح الفيدرالي أقرب أكثر وأكثر إلى تشديد السياسة النقدية، بالتالي دولار أقوى مرآته هو انخفاضات في أسعار الذهب وربما قيمة عادلة لأسعار الذهب عند مستويات ال 1740 دولار للأونصة. نعم، رأيت على التحدث عن اتجاهات البنوك المركزية وأصبح غير خافي على الجميع التوجه الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي نحو تجديد الفائدة. هم الآن يتحدثوا فقط عن التفاصيل. نحن مقبلين على اجتماعات المركز الأوروبي بنك إنجلترا، يعني إلى أي مدى تتوقع أن ينحيان ذات المنحة في ظل اتجاه مضاد للصين؟ هل سيؤثر على الموقف برمته؟ يعني حقيقة الطيب نحن شاهدنا مستويات نمو في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية كبيرة جدا، نحن عند مستويات قرابة 7%، يعني نحن في النمو. يجب امتصاص هذا التعافي والنمو في الاقتصاد الأمريكي حتى لا يكون هو محض تضخم فقط، وإنما يجب أن يكون هو عبارة طبعا الفائدة التي تم تحقيقها من السياسات التيسيرية والقروض الرخيصة والنمو الذي تحقق فعليا في معدلات الشراء والاستهلاك وفي نفس الوقت المبيعات التجزئة، وفي نفس الوقت نحن كان عندنا يعني هذه الفورة نتيجة القروض الرخيصة سببت عندي هذا النمو الحالي. الآن العملية هي عملية سحب الفائض من السيولة في الأسواق للتحقيق تراجع في مستويات التضخم ووضعها تحت السيطرة، وفي نفس الوقت احتواء هذا التعافي الاقتصادي الذي تحقق داخل الاقتصاد الأمريكي بنتيجة السياسات التحفيزية التي تم اتباعها. هذا قد يتطلب سرعة في عملية تشديد السياسة النقدية، لأنه التباطؤ أو التلكؤ في عملية تشديد السياسة النقدية أو أن تصل أسعار الفائدة إلى مستويات 1.5% في العام القادم هذا قد يسبب يفجر نوعا ما التضخم بمزيد من الارتفاعات ويعرقل عجلة النمو وتراجع أداء قطاع الأعمال بشكل عام. ويجب أن ننظر أيضا إلى معدلات نمو الأجور، هي حتى الآن أعلى من مستويات التضخم، والنمو الفعلي عند 5.7% وهو المجرد من النمو في الغذاء والطاقة وهو المقياس المفضل للفيدرالي. طيب ماذا توقعاتك بالنسبة يعني لاجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع؟ لربما الأبرز هو البنك المركزي الأوروبي والإنجليزي. إلى حد كبير البنك المركزي الإنجليزي هو من الأكثر تشددا بأنه حتى سبق الفيدرالي في عملية رفع معدلات الفائدة. إلى أي مدى تتوقع بأنه في اجتماع هذا الأسبوع سيكون لدينا رسم لسياسة نقدية واضحة بما يتعلق بحجم التجديد وسرعة التجديد حتى نهاية العام؟
يعني حقيقة توقعات تدور على أنه يكون في عندي رفعات لأسعار الفائدة وصولا لشهر مايو وصولها إلى 1%. هذا قد يتطلب أنه يكون في عندي 5 رفعات في أسعار الفائدة حتى نصل إلى شهر مايو، لنصل إلى مستويات 1% بالنسبة للمركزي البريطاني. والأهم من ذلك هو التخلص من برنامج شراء السندات اللي صار له 10 سنوات داخل المملكة المتحدة. هذا البرنامج ضخم، برنامج شراء السندات كان عامل مهم جدا في مواجهة العديد من يعني التحديات داخل الاقتصاد البريطاني، منها البريكزيت، منها نقص العمالة الموجود حاليا، منها أيضا ارتفاع في مستويات التضخم، ولكن ليس يعني بشكل كبير جدا داخل الاقتصاد المملكة. وإنما الحديث أكثر الآن عن ضرورة سحب برنامج التحفيز، وهذا قد يسبب بلا شك قوة مبالغ بها بالجنيه الاسترليني وعودة إلى ترند صاعد قوي جدا على الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي. وقد يكون تأثر اقتصاد المملكة بهذا الأمر أكبر بكثير من انقلاب السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مزيد من الرفعات أسعار الفائدة. سوف نجد الاسترليني، قد نجده مرة أخرى فوق مستويات 1.50 إلى 1.70 كما عودنا منذ 10 أعوام. رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويت جروب، شكرا جزيلا لك.